اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير واحسن الاحوال يا ربي. الناس بمناسبه ديال ذكر المولد النبوي درت معكم هذا الشكيل دوازات تاعي وصافي، ساهل وبسيط ودغيا كيوجد وكيعطينا البنات كميه كبيره. واحد اللي جا عندنا شي واحد لقاو باش ندوزو اتاي ونهار الذكرى ديالنا لقاو باش نشربو كويساتي. وراكم عارفين العاده ديال المغاربه ديالنا، راه الطبله ديالهم ديما خصهم يزوقوها. ونتمنى الله تعجبكم وتجربوها. وهذه البنات راه كتجي احسن من البهله، شفتوا البهله هذه كتجي احسن من البهله. نتوما الناس كتجي كامله مشقه، نتوما شتي كدوب غير بوحدها. وعرفتوا واحد المذاق غزال، واحد المذاق غزال ما نعاودش لكم، سميتو بالكاوكاو والكراميل ما نعاودش لكم البنات. وكما قلت لكم ساهله واقتصاديه وكتوجد لكم بسرعه. ويلا معايا البنات المقادير كيفاش نصوبوها وخليتكم امان الله. هانتوما البنات عندي هنا 200 غرام ديال الزبده، درت انا هذه ديال الاكل وكملت 250 غرام بهذه، كملت بها كما شفتوا هذه فيها 200 غرام وانا خصني 250 غرام. هي هذه قبيصه ديال الملح ما نساوهاش. عندي كاس ديال السكر سنيده، عندي كاس ديال الزيت حتى هو ديال العنبه نفس العبار. البنات غنخلي لكم في صندوق الوصف بالغرامات هما. عندي فلو النكهه ديال الكراميل وقبيصه ديال الملحه. بسم الله. هانتوما البنات عندي هاد الكاوكاو هاد المنقي هو هذا، شديتو البنات حمرتو حمرتو، خديت كاس ونص ديال العنبه حمرتو عطاني على هاد الشكل. ها هو كاس ديال العنبه كاس الاول، وغادي نزيد نص كاس كاس. درت الكاس صافي، كنخلطو كلشي ساهله البنات ودغيا كتوجد. علاش قلت لكم البنات الفلوق ديال الكراميل كيعطي واحد النكهه زوينه مع الكاوكاو. شوفوا البنات راه دغيا كتخلط دغيا كتوجد. هنا البنات عندي هنا عبرت 5 الكيسان ديال الدقيق. هو كما قلت لكم غنخلي لكم العبارات كاملين في صندوق الوصف. نتوما البنات ها الكاس الثاني، نعبر معكم الكاس الثالث البنات هو هذا كما قلت لكم البنات تحت طلب ديال البنات. جوج اكياس ديال الخميره الوزن 8 غرام 8 غرام 16 غرام. ها هي صافي، نخلطو نزيدو الدقيق غير بشويه بشويه ما نديروش كامل في دفعه واحده. الكاس الرابع البنات الكاس الخامس البنات وما تزيدوش كامل غير بشويه بشويه. ديك الساعه خصنا غادي نزيد هانتوما البنات انا غادي نزيد هاد الكاس، ولكن ما غنزيدوش غنزيد غير بشوي بشوي راه عامر انا عندي بزاف. المهم غنحطوه على جنب وصافي. هانتوما البنات تقلبوا بهاد اليد اللي كتكون نقيه، اما الا درتو بهادي راه ما تعطيكمش العبار حيت عامره. هانتوما شفتوا هادي مزيان، هانتوما شفتوا الكاس قولوا خديت منه شي معلقه كبيره صافي هادشي اللي خديت منه. 5 الكيسان وشي معلقه والدقيق كيختلف من بلاصه لبلاصه. صافي دابا غنخليها ترتاح نوجد اللاطه
ونخوي عليا الدني ونرجع. كنكوروها غير التكوير ديال الغريبه، بغيتو البنات تكوروها كامله وعاد دوزوها في السكر كلاصي، دوزوها هانتوما. او السكر كلاصي سبيسيال ما كنديروش بزاف، ماشي بحال المعلكه، هانتوما شفتو غير شويه، ونبعدوها حيت فيها الخميره. هانتوما غير كندوز شي راه كتقيسوها بالصبع ديالكم، راه كتشقق. والفران البنات راه كيسخن. هانتوما البنات كدهنوا اللوز في بياض البيض، صافي كديروه غير بشويه باش يشد ليكم، حيت الا ما درتوش راه كيطيح. شفتوا نبركو عليها غير بشويه، و الى بغيتو تقسمو اللوز على جوج حتى هي راه كتجي حتى هي مزيانه. هانتوما شفتو حتى هي كتشد، راه ما كتاخذش لكم البنات اللوز بزاف. صافي الفران راه سخون. هانتوما البنات ها هي كملت اللاطه ديالي، هي هادي باقا ليا اللاطه الاخرى حتى هي نوجدها. دابا غندير هادي في الفران، العافيه البنات تكون منوجهه من الفوق حتى تشقق لينا، اللي نشوفوها تشقات نطفيو الفوق ونخليوها تكمل في الطياب من التحت، ما تخليوهاش بزاف راه ما كتاخذش وقت بزاف. السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير واحسن الاحوال يا ربي، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. اليوم غنشارك معكم البنات غريبه، انتم كيفاش كتشوفوا محمره، وما نقولش لكم عليها البنات، ما نقولش لكم عرفتوها شي واحد الهشه، ما نقولش لكم عليها. انتم راه الله خرجتها من لاطا، كتجي رطبه وواحد المذاق ما نعاودش لكم عليه. انتم كما كتشوفوا كتجي، اللي البنات اللي ما كتصدقش لهم البهله يديروا هذه حتى هي راه حسب البهله البنات. الله يلا شوفوا تبارك الله كامله. هنا محمره وعرفتوا ما كتاخذش معكم الوقت بزاف، ما كتاخذش لكم الوقت، في ساعه كتشدوها كتخلطوها كتكوروها وتلوها في الفران في ساعه. شوفوا تبارك الله انتم ما شاء الله النتيجه كتبان قدامكم. اللاطه الثانيه حتى هي ها هي، شفتوا حتى هي تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. ويلا البنات الطريقه والمقادير ان شاء الله. وبالنسبه للبنات راه غنخلي لكم الكرامات وكل شيء غنخليهم لكم في صندوق الوصف، غير بعد النوبات اللي كانت ما كنخليهمش مع الحلوه، غنخلي لكم المقادير مضبوطين في صندوق الوصف معايا كملتي.